صباح الخير. في حد بيسأل ايه اهم نقاط الاختلاف بين اوتوديسك وبنتلي، او ايه اهم نقاط القوة بين اوتوديسك وبنتلي. هو صعب جدا تقارن بين الشركتين دول بالذات، لان الشركتين دول ليهم منتجات كتيرة في السوق، واغلب المنتجات دي بيكونوا شاريينها، وبالذات اوتوديسك بيكون شارية الحاجات ديت. يعني اشترت الريفت، واشترت الناس وركس، واشترت ال 3 دي ماكس، واشترت المايه، واشترت حاجات كتيرة قوي، وبتشتغل في مجالات متعددة. وكذلك بنتري لسه شارية سينكرو، فبتلاقي في صعب جدا تقارن بين الحاجات دي كلها. لو هقارن مثلا بين الريفت والاوبن بيلدينج ممكن، لو هقارن بين السيفن 3 دي وبرنامج مثلا زي الاوبن رود ممكن، او نقدر نلاقي في امكانية للمقارنة. بس الشركتين بيتعاملوا في حاجات كتيرة قوي وبرامج مختلفة جدا. يعني لو انت عايز تقارن مقارنة سليمة، ممكن نقارن مثلا بين القيمة المالية وسعر الأسهم والمكاسب والخسارات والحاجات دي كلها. بس احنا ممكن نقول عموما، وده طبعا مش في كل البرامج، برامج اوتوديسك بتكون مايلة للسهولة أكتر من التفاصيل وأكتر من الصعوبة، وبيكون الإخراج بتاعها شكله حلو. طبعا ده مش في كل حاجة، يعني عندنا السينكرو مثلا الإخراج بتاعه أحسن من نفس وركس، الهزار بتاعه الفيجواليزيشن بتاعه افضل يعني. بس هو عموما يعني برامج اوتوديسك بتلاقيها سهله جدا في التعلم، وهي بتديك نسخ تجريبيه كده بسهوله، وبتلاقي الشرح بتاعها موجود بسهوله. البنتلي بتلاقي لازم تكون شاري بحيث ان هو يدخلك على الجزء الادوكيشنال بتاعه. نادرا لما تلاقي، يعني احنا بدانا في بيم قريبه نشرح الموضوع، وربنا يستر ما عملولناش مشكله بنتلي. فده الفروق الأساسية بين الاتنين. بنت اللي بتلاقي نفسك وانت شغال بتدخل تفاصيل كتيرة جدا في البرامج، بحيث ان حاجة تطلع أكثر دقة وأكثر ميلا للتطبيق في الواقع يعني.